السلام عليكم. في فيديو اليوم غادي نوريكم واحد الوصفة شهية جدا سريعة في التحضير ديالها وبنينة وانا متأكدة غادي تعجبكم. غنحتاجو ليها الزبدة، لا موطارد لانسيان ولا عوضوها بلا موطارد العادية، صوص سوجا، لي غرين دو بافو ولا بودو شقائق النعمان. كنوضعو جوج معالق عامرين مزيان الزبدة يدوبو. من بعد غادي نوجدو المكونات الاخرين. غادي ناخذ جوج معالق صغار ديال لا موطارد لانسيان ولا لا موطارد العاديه، معلقه صغيره ديال لاصوص سوجا، شويه ديال بودو شقائق النعمان، نزيدو عليهم الزبده، تنحركو مزيان تخليوها دو كوتي. نحتاجو العجينه المورقه، الشرائح ديال ديك الرومي المدخن، والفرماج ديال لي ساندويتش. غادي نطلقوا العجينه المورقه ديالنا. هنا خديت عجينه مورقه اللي شريتها واجده، بامكانكم تحضروها في البيت. كتطلقوه على شكل مستطيل، من بعد كتقطعوا الجوانب باش تحصلوا على شكل هندسي. كنوضعوا لي فيليت ديال لا دانت فومي، كنزيدوا فوق منهم شرائح ديال الجبن ديال الساندويتش، ومن بعد كنلويو كلشي هكا على شكل غولي. كنقطعوهم دوائر بحال هذا الشكل هذا، كيجي الفرماج لداخل اللي كيدوب، والعجينه المورقه كتنفخ وكتعطي واحد الشكل واحد المذاق رائع مع شرائح ديال ديك الرومي المدخن، كيتواتاو في المذاق وكيجي رائع جدا، خصكم ضروري تجربوا. صافي كنقطعو بهذا الشكل هذا. النصيحه اللي نعطيكم ما تزحموهمش بحالي، حاولوا تاخذوا اناء ديال الفرن اللي غادي تبعدوا شويه هاد الدوائر هادو على بعضياتهم، لان العجينه المورقه كتنفخ وغادي يلصقوا لكم مع بعضياتهم وما غاديش ياخذوا الشكل اللي هو جميل، فحاولوا تبعدوهم. من بعد كنضيفوا الصلصه اللي حضرنا فوق هاد الدوائر، هي اللي كتخليهم يجيو فتيين وكتدخل لداخل وكتعطي واحد المذاق رائع. كندخلوهم الفرن يطيبوا في درجه حراره متوسطه، ومني كيوجدوا كيجيو بحال هكا بنانين بزاف بزاف بزاف، كيجي فيهم واحد المذاق رائع وكيجيو هكا هشاشين وبنانين بزاف. انا متاكده غادي يعجبوا الصغار والكبار، وغادي يندهشوا حتى الضيوف ديالكم الى جاكم على غفله. جربوهم وردوا عليا الخبر. سلامه.